مع الوزير هذا الحديث حقيقة جميل جدا في حراك ثقافي فني اقتصادي تسويق وتسليط الضوء على عدة جوانب مهمة في الأردن وخاصة في مهرجان جرش اللي كل العرب يشهد له بما يقدم حقيقة على الساحة الفنية والثقافية والأدبية. اليوم أيضا الحراك الأجمل مو فقط على صعيد الفنانين والمثقفين، هناك حراك على صعيد أو أصعدة الوزارات بين البلدان، بين اتفاق بين وزارة الفن اللي خاصة والثقافة في العراق وفي فلسطين وفي الأردن وفي العراق. هذا الحراك السياسي هناك تلاقح للأفكار الثقافية السياسية أيضا، مو فقط على صعيد الجانب الفني وهو المهرجان للناس، لكن حتى على صعيد السياسة العربية. بالتأكيد هذا الأردن يعني أنا لا بكل كما قلت بتواضع وبعزة وكرامة، الأردن يجمع الوطن العربي اليوم، لا يمكن هذا، لا نستطيع إلا نحن نتحدث نتشارك بقيم مشتركة، نتشارك بقضايا مشتركة، نتشارك بتكامل اقتصادي. إذا أردنا لصمود هذه المنطقة والعالم العربي امتدادنا الحضاري هيك جذورنا اليوم مدينة رومانية لكن قلت هي جرشية واستمرت ضمن الحضارة العربية الإسلامية بعزة وفخر برؤية هاشمية ممكنة للإنسان من خلال تفاعلها مع قضايا العالم العربي. الأردن يجمع العالم العربي برؤية واضحة لتكامل اقتصادي، تفاعل ثقافي، تفاعل على مستوى الأردن ينطلق ضمن هذا الحراك السياسي، ضمن حركة جديدة نريد للشباب أن يكونوا جزء من هذا الحراك، الأحزاب السياسية، التوجهات الملكية، ضمن طبعا المملكة الأردنية الهاشمية مملكة دستورية طبعا، وجزء من الدستور أنه إحنا هذه العلاقة بين المواطن والمملكة، مملكة أردنية هاشمية أساسها المواطن، ودائما عندنا اعتزاز بهذا الامتداد العمودي ولكن أيضا الامتداد الأفقي، قيم بتوسع امتداد أفقي. هذا الامتداد الأفقي لا يكون إلا من خلال هذه التشاركية مع العالم العربي وهذا الصمود العربي ضمن فهم طبعا للتحديات طبعاً المحيطة بنا، وضمن فهم أن كل دولة عربية في محلية في واقع يحكمها في احتياجات خاصة بها، ولكن الأردن لم يتخلى في يوم من الأيام عن قضاياه القومية بالمعنى الحقيقي طبعاً للكلمة، بصدق كامل مع الرؤية مع الرسالة، ومع أعتقد هذه الرؤية ستبقى